نل مرتبة الشهيد، مرتبة الصديق، متى؟ في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن حبان: لما أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان، فمن أين أكون؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من الصديقين والشهداء.